أشاد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي بجهود مصر على الساحة الدولية وجهودها في طرح حل للصراع الروسي الأوكراني. كما أعرب رئيس موزمبيق عن شكره لمصر لعرضها تقديم خبراتها في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد. نود أن نشكر فخامة الرئيس السيسي ضمن المجموعة السداسية التي تبحث عن حل سلمي للصراع الأوكراني الروسي، وتبادلنا الانطباعات حول الأمن الدولي في السودان وليبيا واليمن، ولكن نريد أن ننسق سياسات مكافحة الإرهاب بين البلدين. As vilas foram recuperadas. وتحدثنا عن إعادة بناء المدن في نفس سياق مكافحة الإرهاب. Zonas de origem e encontramos o encorajamento por parte do presidente. وجدنا تشجيع من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدراتنا في مكافحة الإرهاب. ومن هنا فنحن نسعد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا للمشاركة في دورات مكافحة الفساد.